المهم انا جاي ادعيكي على غدا وداع، وبتمنى ما تكسفيني، خاصة اني بعت فارس يدعي رأفت الشمالي على غدا معنا. حابب شوفكن انتو اثنين سوا، في كلام لازم لكم اياه. ماشي رح شوف. لا لازم تجي، بعدين انتو دائما بتتعاونوا سوا، حتى البرنامج اللي كنتي عم تساويه عني كنتوا عم تتعاونوا مع بعض، لذلك بشوف انه من الافضل نحكي كل شيء قدام بعض. طيب رح شوف شو صار بالقهوة. معلش معلش، لما تخلص القهوة رح تجيبها لحالها. باقي شغلة واحدة. شو هي؟ هديتي هون، بتمنى تقبليها ذكرى مني. عفيني زكي بيك، حضرتك لازم تلاقي الإنسان اللي بتناسبك لحتى تهديها إياها. آسفة كتير عجيبة بكير، بعرف مبارح كنتوا بالمطار وتأخرتوا بالسهرة، بس هي اوامر زكي بيك. خير؟ ناقصكم هارد ديسك جديد؟ لا استاذ رأفت، بس زكي بيك عزمك على الغداء بنفس المطعم، بتعرفه؟ طبعا بعرفه. ما هو لزكي بيك؟ يعني هيك شيء. شو المناسبة؟ حابب يشوفك انت والمدام سهام، عنده حكي مهم حابكم تسمعوه سوا. شو علاقة المدام سهام؟ ولو استاذ رأفت؟ ها الهارد ديسك. دخلك فكرة مين هي كانت؟ أنا بستأذن، رح يكون البيك بانتظاركم الساعة 2:30 بالمطعم، ومدام سهام بيكون هلا خبرها زكي بيك، وبيعتذر البيك لأنه ما دعاك هو شخصياً، وكلفني بلغك إنه رح يكون كتير سعيد بلقائك. إن شاء الله. بالإذن. صباح الخير حبيبي. أحلى صباح بأحلى كلمة. حبيبي عم عيدها منشان أنا كمان أسمع. تعرف من زمان عم بحلم إني أقلك إياها، كنت أقولها بيني وبين حالي كتير بس ما كنت أسمع، كنت أتخيلها. هلا عم بسمعها، عم حس إني عم لامسك فيها. بحبك. بكت متخيلك شاعرة؟ بكون صرت من مبارح. يبدو صار عنا موعدين اليوم. طيب رح البس ثيابي واطلع استناك بقاسيون مشان نفطر. وشو مشان الغداء تبع زكي بيك؟ مثل ما بدك حبيبي، عرياحتك. طيب بس شوفك منتفق. اوكي حبيبتي. خفت ما ترجع تقولها. في واحد شاعر روسي بيقول عن الحب تتحدث العيون والايدي، واعتبار ما كان في تليفون على زمانه فانا بضيف ونبره صوتي وصفاه ودفاه. الله، ايه شو هاد؟ هلا انا الشاعره ولا انت؟ كانه الشعر هو الحب. بالعكس صحيح، بتعرفي فكره حلوه لحلقه برنامجك. بلشنا؟ لا ما في شيء، عم ساعد. وانا رح ضل تلميذتك، عم تعطلني، هلا بتاخر على موعد حبيبي. طيب يلا، بس انت لا تستعجلي لانه لسه بدي اروح اجيب وائل على البيت وبعدين بيجي لعندك. عظيم، بصير في معي وقت منيح لحتى انطر. طيب يلا اوكي، باي 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 حبيبتي باي. خلصت يا زلمة، انت روح جذب صار.
طيب دير بالك على حالك وطيبه بسرعه لان البرنامج عم يستناك. انا جاهز من الاستاذ. لا بدنا اياك تطيب على المضبوط لتقديم برنامج على الهواء بده هز كتاب. بعدين انت رح تخلص وقتك الشمالي لتقديم برنامج على الهواء. يلا سلام. شزا ديري بالك على وائل ها لانه محتاج لك بالحياة وبالبرنامج. يلا باي باي. سمعتي شو قال؟ لك الحكي طلع صحيح. أي حكي؟ قالوا إنه رأفت الشمالي استقال من التلفزيون. ليش ما قلتي لي؟ والله ما بعرف افتكرت إشاعة. يلا خلينا نطلع، أنت لازم ترتاح وتنام. صار وراك مهمات كتير كبيرة ها؟ شو زقم قلتي لما طلعتي على البيت لقيتي خاتمك بالعبة الزرقاء؟ بس ما يكونوا سرقوه. يلا مو مشكلة بشتري لك غيره. معلش بعد اذنك رح اخذها. اهلين مدام. اهلين. يلا ماما يلا. يلا نطلع بالسيارة. سلم على عمو رافع. مرحبا ابو سمرة. شلونك؟ يلا نطلع بالسيارة. انا بدي اطلع بسيارة عمو رافع. اها يلا ماشي سهام. نطلع بسيارتي بعدين بنجي بناخذ سيارتك. يلا تفضل. طيب رح اقفل السيارة. يلا. اطلع. شرف استاذ احمد. استاذ والله والله ما بصير. والله ما بصير. والله ما بصير. والله ما بصير. والله بشرفي انه لك معزب بيتنا خاصة فيك. تسلم الله يخليك. اهل سهام اهلي. سهام اعز الناس. تسلم تسلم يا استاذ رأفت. والله انه سهام دائما بتشهد بفضلك عليها. اعوذ بالله. يلا انا رح اعمل كل شيء. لا شو قهوه ما قهوه؟ لا لا بنتغدى بعدين بنعمل قهوه. لا بابا انا ورأفت معزومين على الغداء. بتعرف يا استاذ رأفت انت لك معزه كبيره عند الناس كلها. تسلم. وانا بعرف هالشيء من رفقاتي بالقهوه. ما منفوت حلقه من برنامجك اراء. برنامج حلو بفش القلب. وبالنسبه لسهام نحن بنشوفها على الاقل كونها بنتي.
بس انت صاحبي قديمه، يعني صار لنا عمر معك، واللي ماله قديم ماله جديد. ليش رأفت؟ شو في؟ ما في شيء، تعبان. خلينا نمشي من هون بأسرع وقت ممكن. يلا رأفت، شو بك حبيبي؟ اللي سهام، روحي على المستشفى، نخزي قوية بصدري. Thank you.
يبدو انك انقذتيه من جلطه مؤكده. كل تحاليل الانزيمات بتاكد انه حاله الاحتشاء ما صارت. نحن بموافقته اخذينه نعمل له قسطره وفتح شريان وراسور. لا تخافي، واذا احتاج الامر رح نعمل له عمليه تبديل شرايين وكل شيء جاهز. رافت حبيبي. سهام لا تخافي، رجالك. رافت حبيبي وقت تتركني موت. شلون تتركك حبيبتي؟ مستحيل، انا ما صدقت انت لقيت. وعدني. وعد. تفضلي مدام، تفضلي ارتاحي. لا شكرا ما لي ادراني. تفضلي ارتاحي، تفضلي. شكرا. هذا هو الشريان المسدود، رح يوسع الدكتور منير وسط البالون، بعدين رح يحط له راسور. لا تخافي مدام سهام، واضح ان الموضوع رح ينتهي بالبالون والراسور. بكل الاحوال انا ملك شافي، جاهز للعمليه باي طار. ما بعرف كيف بدي اتشكرك دكتور سمير. ولو يا مدام، انت ورفت شمالي ثروه وطنيه. كيفك؟
إلى أبو حميد شريكي في سوسة حب الوطن. فرانك مساء الخير. حلقتنا لليوم حلقة مميزة كتير، خاصة وحارة، فيها ضيف، هالضيف غالي على قلوبنا جميعاً وخاصة على قلبي أنا. طبعاً عم نشكر القلب كتير لأنه فعلاً ضيفنا خوفنا على قلبه، بس هلأ هو بيناتنا بعد ما استقال من التلفزيون وترك برنامجه الشهير وهو بقمة جماهيريته وقرر أنه يرجع للصحافة، ولخص لنا تجربته الإعلامية بكتاب بعنوان الخيط الأبيض حتى لا يتكرر ذلك، اللي أثار ضجة هائلة بالأوساط الإعلامية والثقافية. رحبوا معي بضيف حلقتنا لليوم، الصحفي الكبير والإعلامي اللامع رأفت شمالي. اهلا وسهلا فيك استاذ رأفت شمالي. اهلا وسهلا. اول شيء بحب اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، شكرا. استاذ رأفت، انا حابه اسالك سؤال بسيط، شو شعور حضرتك وانت قاعد هون محل الضيف؟ هي شعور غريب، ما لي متعود اقعد بمحل الضيف، بس على كل حال بضل يمكن القعده هون مريحه اكثر لانه القعده بمكانك مسؤوليه كبيره. بس بعتقد ما في حدا حس بالمسؤوليه قدك تجاهنا كلنا لما الفت هالكتاب. شكرا. لذلك حابين نعرف شو قصة الخيط الأبيض. الخيط الأبيض أنا قضيت يعني سنوات ببرنامجي آراء على الأولى وأنا عم أبحث عنه، لأنه هو الخيط الفاصل الحقيقة باتجاه الحقيقة. وبتعرفي سهام، بيعرفوا يمكن كثير من الجمهور اللي كانوا يتابعوا البرنامج، اني انا فتحت كثير من الملفات الاجتماعيه والسياسيه والبيئيه، من ضمنها ملفات الفساد. واحيانا ملفات الفساد صعب الوصول لها، بس في شخص انا بكن له معزه كبيره ساعدني بالوصول الى بعض من اهم هذه الملفات. هو صديق عزيز، والحقيقه اكثر من صديق لانه ما بعرف شو بنسمي الشخص اللي بيكون بمثابة الأب، ويمكن أكثر حتى. وهو ملهم لأنه منه أنا استوحيت العنوان الفرعي للكتاب حتى لا يتكرر ذلك. بإحدى الجلسات سألته، قلت له أستاذ وليد شو اللي خطر لك تحتفظ بهالملفات هي كل هالسنين؟ قال لي لأنه كان بدي ابني ينشرها بعد ما أنا أرحل عن هالدنيا. قلت له شو الفائدة أنك تنشرها بعد ما ترحل عن الدنيا؟ قال لي معلش خليها تقراها الأجيال اللي طالعة هلأ، مشان يتعلموا شو صار وحتى ما يتكرر الشيء اللي صار. فهالعبارة كانت موحية وملهمة بالنسبة إلي، لحتى مو بس استخدمها بعنوان الكتاب، بل أني أكون أكثر حماس لأني أكتب عن تجربتي وأكتب هذا الكتاب وضمنه الوثائق يلي الأستاذ وليد أطلعني عليها. فأنا بوجه تحية كبيرة للمهندس الأستاذ وليد سليمان. وأنا كمان بدوري بحيي تحية كبيرة وبشكره، وبعتقد أكيد الجمهور كمان بحيي، وبحيي كل إنسان شريف بهالبلد. طيب أستاذ رأفت، فيك توضح لنا شو هو السبب وراء ترك حضرتك، أو بالأصح استقالة حضرتك من التلفزيون، بالرغم من أنه برنامجك برنامج ناجح وجماهيري جداً ومشاهد بنسبة عالية كتير؟ الحقيقة هذا كان يعني من القرارات الصعبة جداً بحياتي. أنا فكرت لوقت طويل تابع ولا أترك، بس أنا قررت بالأخير أني أستقيل لأني أنا تعبت من جهة، وبس الأزمة الصحية اللي تعرضت لها، بس أنا أيضاً تعبت نفسياً وتعبت وجدانياً، لأنه شعرت حالي صرت عبء على المحطة، وصرت عم أسبب متاعب لأصدقائي بالمحطة اللي بعضهم بالإدارة،
صرت اشعر انه انا مضطر ادخل يعني بمفاوضات وتنازلات طويله عريضه مشان كل حلقه، او اني بدي اغير كل سياسه البرنامج، وهذا الشيء صعب علي لانه انا بعرف اعمل هالنوع من البرامج، بعرف اطرح هالنوع من وجهات النظر، وانا هذا موقفي بالحياه، وما ممكن اجي على شاشه التلفزيون غير موقفي ويعني انتحل صفه اخرى غير صفتي الحقيقيه. فخطر لي انه انا لازم يمكن ارتاح شوي، لازم اولا اعيد النظر بالتجربه، لازم اكتب عنها لانه الناس بتشوفنا على شاشات التلفزيون، تشوف برنامج بيعجبها او ما بيعجبها، بس هي الحقيقه ما بتعرف شو دار وراء الكواليس، ما بتعرف احيانا حجم الصراع والمعاناه اللي بيخوضوها معدين ومقدمين البرامج على التلفزيونات لحتى يقولوا الحقيقه للناس، لانه ايصال الحقيقه مساله صعبه. النقطة الثانية أنه أنت بتعرفي حضرتك أنه اليوم دخل التمويل الخاص على كثير من محطات التلفزيونية والبرامج، وصار هذا التمويل له سياسات معينة، فيمنح الرضا لمن يشاء ويحجب الرضا عمن يشاء. فيعني صرت حس أنه يعني ما عاد الحقيقة إلي مكان بهذا العالم، وأنا بالأساس قبل ما أدخل عالم التلفزيون أنا صحفي، فقررت أرجع أكتب بالصحافي، وقررت أني أنشر تجربتي بهذا الكتاب، وعندي هي أكثر مشروع مفكر فيهن. بالمختصر المفيد، قررت أعمل تغيير ما في حياتي، باعتبار عم نعيش هلأ بعصر التغييرات الكبرى. شو اللي بيخليك تعيش بهيك دوامة يعني وتدور على المشاكل والمصاعب؟ ليش ما بتريح حالك؟ خطأ إعلامية خطيرة. يعني في طريقة وحيدة لحتى الواحد يرتاح. والله الحقيقة يعني هي الفكرة فكرة سهام والدكتور وناجي اعتبروها فكرة مهمة. أنا ما بعرف جواب. ولما سيادتكم عملتوا لنا التوجيه لقينا أنه لازم نقدم الحلقة. متعمد يعني يبحث عن المشاكل. أنا فعلاً حبيت قد ما صاروا يقولوا لي ليش مشكلجي، صرت أنا أقول عن حالي أنا فعلاً مشكلجي. بيحكي عن قلة الفساد والرغبة بإيجاد الظروف لمنعه. الحقيقة عندي رفت شمالي تغير كثير من وقت ما وسعوا له شريانه اتوسع أفقه شوي. لا يا ابن نادر لا. يعمل رأفت شمالي طول عمره شاب مخلص وطني، والبلد إذا خليت من أمثاله وكنت أنا ما تعاون معه لحتى أصل يعني بعض الأوراق الهامة لإحدى الحلقات اللي كنت عم أحضرها. فإحنا يعني زلمة لا بيتعامل معي برشوة ولا عم أعطيه أي شيء مقابل هالمخاطرة اللي عم يكون فيها، والزلمة درويش وراتبه بسيط وحياته بسيطة. فسألته قلت له أنت يعني بس قل لي ليش عم تعرض حالك للمخاطرة في سبيل انك تقدم لي هالخدمة؟ قام قال لي تعرف يا رأفت، حب الوطن سوسة. يا الله. يا ساهر يا حبيبي، اصبر لك شوي بس لتخلصنا صفقة الكمبيوترات الجديدة. لازك بيك مع منزل مقضيها بالجنينة. ايه والله ما عم برد لا على الموبايل ولا على التليفون. لا 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 ما في شيء، استجمام بس. مأمن انه الشغل عم يمشي مثل الساعة. ايه قربت ساهر بيك، بحكيك باليومين. مع السلامة. الو شو جمعتي هون؟ يلا استنوني شوي شوي وبيجي على الاجتماع.
أعزائي المشاهدين، بنهاية حلقتنا لليوم من حوارات حارة، بحب أشكر الصحفي الكبير والإعلامي اللامع رأفت شمال. قبل ما تتشكريني وتنهي الحلقة، نحن متفقين أنه صرنا اليوم بزمن الشفافية والصراحة، كأنك عم تخبي شيء عن الجمهور. لسه تقولي الصحفي الكبير والإعلامي اللامع، طيب شيء عم تنقصي. طيب مثل ما بدك. بحب أشكر الصحفي الكبير نعم والإعلامي اللامع نعم رأفت شمالي نعم حبيبي نعم وخطيبي نعم وزوجي قريبا نعم. شكرا.